الله يتقبل. الله يحييك، الله امين وياك. يا هلا ابو مالك، شبل لنا عقبها الفجر قبل الصباح. يا هلا يا هلا، الله يقويك ويغنيك كثر خيرك. ويحييك والله يا حبيبي. عطيت علينا انت. ها؟ عطيت علينا. والله تخبرك انه اي بالله. وش اللي بالله؟ يلا حي. الله. يا هلا يا هلا يا هلا. يا هامر ابو مالك، ان جبت ستاره، اهم شيء ستاره. اي والله. يا هلا ابو بدر. ممكن تطفيه شوي؟ احب احط على الصاخ. صاخن؟ اي. لا لا بس طفى، خله هو ربي ازين منه. يلا 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 يا هل عندك كب قهوه؟ اي والله عندنا قهوه. والله كثر خيركم، خلوه كثر خيركم. يا هل عندك كب قهوه؟ صباح الخير، صباحكم امطار، يلا لك الحمد والشكر. هذا موقعي الان جنوب اصفاد، تبارك الله. عند اهلي وعلم اهلي يقول السلام يا اهل اجواء. هذه الاجواء اللي تفتح النفس صراحه. رذرذ يبعد حي. الساعه 7 درجه حراره 18. وش تبي غير كذا؟ احلى صباح. ما شاء الله تبارك الله، اجواء حلوه وقاعد ممطور. ان شاء الله لك الحمد، هذا مطر البارح. شوف اثره، لا قوه الا بالله. شبر تقريبا ونص. هذا طال عمركم شعيب المعي، هذاك المطق. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اليوم تاريخ 15، اليوم الاحد التاريخ 15/4/1445. هذا جنوب الطويل، امطار البارح. اللهم لك الحمد والشكر. مطر البارح هذا، واليوم الاحد التاريخ 15/4/1444. الله لا قوة إلا بالله على حد النفوذ. مع هذا كلاخ. ما شاء الله ما شاء الله. الله تبعه الله يبعه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف البادر وانت السيارة. يلا لك الحمد. هذا جنوب الشعيرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يزيد ويبارك إن شاء الله. اليوم الأحد التاريخ 15/4/1444. إن شاء الله. الله التجهيزات يا أبو حميد. تقول والمة الأمور. والمة ليه ما هي والمة؟ الله نعم والله ونعم. جهز الطربة الحين ونظفها وضبط الأمور، حتى خيمة المبيت حطها. ما تدري وين هي تقولك. طبعا خيمة المبيت هذه للمعاون عشان ما يتعذر يقول والله ما معي فراش، والله انها برد. والله ادري وين هي. خلك واحد بالطربال واحد بالخيمة. خاف خيمتك وراح. والله ادري وين هي. خلك ما شاء الله نايف. شغل 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 الديزل. شغل 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 اخس يا زعاق القايطي والله. يلا هذه موجهة يما هذه يما فسقان. يلا يلا والله صاد، والله شغله شغل دنتك شغله. يلا يا رجل خلينا نمشي يلا.